السلام عليكم انا لمياء زكريا النهارده جايه لكم بالدونتس الجميل ده بمقادير مظبوطه وطعم تحفه وسهله وبسيطه جدا تنفع قوي في الوجبه الفريق احنا نفرح اسرتنا وكمان نفرح معاهم اتمنى تجربوها وتعجبكم يلا بينا كده نشوف المقادير بتاعتنا ومقاديرنا بسيطه جدا في بوله كده معانا بيضايه ورشه فانيليا او معلقه صغيره فانيليا سايله مفيش مشكله معانا معلقتين كبار سكر ومعلقتين صغيرين خميره فوريه ونكون متاكدين ان هي متفاعله لان احنا مش هنختبرها هنحطها على طول في العجين ومعانا معلقتين لبن بودره ممكن نستغنى عنهم لكن بيخلي الدونتس هش وجميل كده ومنفوخ من جواه ومعانا كوبايه لبن كده آه تكون دافيه ونبتدي نقلب بقى المكونات السائله كويس جدا مع بعض لغايه ما تختلط كده الخميره مع السكر وباقي المواد بتاعتنا ومعانا ثلاث كوبايات دقيق ورشه ملح دي كده اول كوبايه دقيق الدي هنا جميع الاغراض او دي مخبوزات ودي كده معانا تاني كوبايه ونصيحه كده في تالت كوبايه ما مره واحده انا كنت متاكده من الدقيق بتاعي وكنت جربت قبل كده الوصفه وعملت بالمقادير دي فالحقيقه طلعت معايا مظبوطه لكن انواع الدقيق بتختلف من حد للتاني فما نحطش تالت كوبايه دفعه واحده احنا ممكن نحط بس جزء منها ونبتدي نقلب ولو لقيناها لسه بتلزق معانا كتير العجين ومش بتلم ممكن نكمل باقي ثالث كوبايه نبتدي بقى نقلب كويس جدا مع بعض كده وانا حطيت بقى باقي العجين بتاعي على الرخامه كده نظيفه علشان ابتدي بقى ايه اديها كده بوكس يمين وبوكس شمال ونقلب فيها كده لغايه ما تبقى ايه تلم معانا شويه وهتكون هنا لسه بتلزق في المرحله دي هنحط بقى معلقتين كبار زبده لينه كده انا هنا استخدمت الورباك انتوا ممكن تستخدموا اي نوع زبده متواجد عندكم المهم انها تكون بدرجه حراره الغرفه نبتدي بقى نقلب بقى نخبط كده يمين وشمال مع بعض كده منه برده رياضه زي ما قلت لكم كده لغايه ما تلم معانا العجين وبتبقى بالشكل الجميل ده كوره كده جميله لينه طريه زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنعمل كده فوقها من المنتصف ونبتدي نقسمها انا اتقسمت معايا على عشر كور انتوا ممكن تصغروا الكور الدوناتس الاقل من كده فممكن تطلع معانا تقريبا خمستاشر قطعة دوناتس فبراحتكم الحجم ده مفيش منه مشكلة لكن انا الحقيقة طلعوا معايا عشر قطع كده دونتس كل قطعة كده جميلة كده حاجة تشبع كده وتحفة ان شاء الله تجربوها تعجبكم هنا انا جبت بقى الصاج بتاعي وحطيت له ورق زبده وسبت الدونتس معايا تخمر اول تخميره لمده ساعه لربع. ربع وهنا بعد ما تخمر ورجعت بقى ايه جبت القمع وحطيته في الدقيق وابتديت اعمل الفوهه اللي في المنتصف اللي هي على شكل الدونتس اللي هو المخروم من النص عملت خمسه بيهم نفس الفوهه دي وخمسه تانيين سبتهم من غير ما اعملهم الفوهه وتبقى ساده كده وشكلها جميل جدا جدا هنا في المرحله دي بقى حرجة هسيبها تاني نص ساعه يعني مرحله التخمير على مرتين اول مره بعد ما بنقطع الكور ونسيبها تخمر ساعه او ساعه لربع وتاني تخميره لما بنهبط الكور شويه بسيط ونرجع نعمل لهم الفوهه اللي من المنتصف دي ونسيبهم يرتاحوا قد نص ساعه ونبتدي بقى نحضر الطاسه بتاعتنا او الحله اللي هنحمر فيها الدونتس بتاعنا زي ما احنا شايفين هي كانت هنا هشه وطريه وجميله جدا جدا ولما سيبناها ترتاح تاني مره بقت هشه اكتر كده وعلت معانا واحنا بنحمرها في الزيت هنا كده بعد تاني تحميرة زي ما احنا شايفين كده مع بعض وجبت بقى الحلة بتاعتي وحطيت زيت كويس قوي يعني زيت حبة كتير عشان تتحمر كويس الحرارة هنا بتكون في النص يعني لا درجة حرارة عالية قوي ولا يكون الدرجة قليلة جدا علشان ما تشربش زيت كتير المهم ان يكون الزيت ساخن ونبتدي نحمرها بس ما نحمرش جامد قوي لاني انا في واحدة منهم هنا اخدت تحمير زيادة شوية المفروض اللون بيكون بالشكل ده لون ذهبي كده بس فنخلي بالنا كده واحنا بنحمر معلش اعذروني ان انا بحمر وفي نفس الوقت بصور معاكم زي ما احنا شايفين كده هو ده التحمير المظبوط تكون لونها ذهبي كده وفي خط كده في المنتصف بنعرف منه طالما الخط من ده اتعمل في الدوناتس كده في النص نعرف ان التخمير كان صح وكمان التحمير بتاعها اي بقى صوص شوكليت بتحبوه شوكليت آه ابيض شوكليت اللي هي الدارك بتاعتنا شوكليت باللبن مفيش مشكله خالص ممكن سكر وقرفه انا هنا كان عندي قطعه شوكليت دارك وسيحتها على حمام مائي كده ومعاها قد ربع كوبايه لبن ولما لقيت الدارك شوكليت كده غامق انا كان عندي الشوكليت باللبن وسيحت منها كده شويه وعملت منها خطوط وحطيت بقى شوكليت شيبس وسبرينكلز كانت حاجه جميله جدا جدا وسهله وبسيطه وسريعه وطبعا زي ما قلت لكم التزيين ده حاجه براحتكم انتوا مفيش مشكله ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم عايزه اقول لكم ان المقادير دي مظبوطه جدا انا مش اول مره اعملها الحقيقه انا عملتها اكتر من مره بس حبيت اصورها علشان الكل يستفاد معانا ويجربها والكميه بتاعتها كمان تكفي اسره كامله وتنفع كده في عيد ميلاد لاولادك او لاسرتك او حتى انتوا تسعدوا نفسكم برضو وتعملوا كده فري وجبه كده مره في الاسبوع او حاجه شايفين قد ايه هنا شكله كان جميل هنا تاني يوم بقى لما عبيته كده في علبه وحطيته كده على الورق بتاع الكب كيك بصوا بقى هي من جواها منفوخة وهشة وطرية وبجد تحفة هي الحقيقة لما بتخش التلاجة كمان بتبقى جميلة لكن لما بتتسخن تاني في الميكرويف او في الفرن بتسيح كده وبتبقى الشوكولات بتاعها جميلة وبتكأنها لسه طازة فان شاء الله تجربوها وتعجبكم اشوفكم الوصفة الجاية على خير